يعني ايه انتحر من سنه ونص؟ احنا لسه كنا بنتكلم على الموبايل امبارح. وانا بقول لك انتحر من سنه ونص. بعدين انت شكلك كده مش مريحني اساسا. عن اذنك استني بس، انا عاوز افهم. انت لو ما مشيتش دلوقتي حالا هصمت وهلم عليك الناس. انا عايز اعرف هو انتحر ازاي. الحقوني. بس اهدي، انا مش هاذيك، انا مش عايز منك حاجه، انا كل اللي عايزه ان احنا نتكلم. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انت مين؟ الشنط نزلت يا استاذه فرح، حضرتك مش هتطلع الاوضه؟ لا اطلع بينا على الشركه. تمام يا فندم. سيبها سيبها، اهدى، خد كل اللي انت عايزه من الشقه بس سيبها. انا مش عايز حاجه، انا كل اللي انا عايزه ان احنا نتكلم. في حاجه عايز اعرفها والمدام هتقولها لي. انا هسيبك بس توعديني ما تصرخيش علشان ما حدش يتأذي. الموضوع مش مستاهل. ها انا عايز اعرف عزة انتحر ليه وازاي. والله انا اصلا ما اعرفش حاجه قوي، احنا اتطلقنا قبل ما ينتحر بسنتين. حتى لو متطلقين اكيد وصلتك اخبار، يعني اكيد يهمك تعرفي حاجه زي كده حصلت ازاي. احنا اصلا قبل الجواز كانت الظروف صعبه جدا، هو كان داخل مشروع وكان بيقولوا ان هو هيجيب له ملايين وان احنا هنسافر بره وحياتنا هتتغير، بس كل حاجه باظت لما اتقبض عليه اتفصل من البنك. مش كفايه كده بقى يا استاذ؟ استنى انت، اتقبض عليه ليه؟ هو كان متهم ان له يد في غسيل اموال وتهريبها، بس هم ما عرفوش يمسكوا عليه حاجه، ولما خرج اتفصل من البنك لان التهمه دي كانت شبهه. هو حاول يرجع كتير بس ما عرفش، وبعد كده جالي وقال لي انه في قدامه فرصه انه يعيد المشروع بتاعه تاني بس عايز فلوس كتير. مشروع ايه ده؟ ما قاليش. هو عزت كان كتوم قوي تحديدا بخصوص شغله، هو بيعني ذهبي وخلاني استلف من بابا ورهن الشقه اللي كنا عايشين فيها وفضل يديني وعود 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 ومفيش حاجه بتتحقق، فاتطلقت منه وبعد كده عرفت انه انتحر. هو انتحر ازاي؟ رمى نفسه من بلكونه الشقه اللي كان خدها بعد ما اتطلقنا. مش كفايه كده بقى يا استاذ، عاوز ايه تاني؟ انت متأكدة انه مات؟ اه والله، ده رمى نفسه من الدور العاشر. انا نازل، لو حد فيكوا صرخ هرجع لكوا تاني وساعتها الموضوع هيكبر. مفهوم؟ عملت لك الفطار بقى من بتاع زمان. صباح الخير. صباح الخير يا بابا، ايه كل ده؟ أنا ما رضيتش أفطر مع الرنيم قبل ما تروح المدرسة، قلت استناكي نفطر سوا. ما تصحاش دلوقتي، نوم الظالم عبادة. تعرفي أنا لو عارف اللي وراتك في موضوع المخدرات ده أنا كنت رحت شكرته. تشكره؟ طبعا، مش خلاني دلوقتي قاعد معاكي وبنفطر سوا. طب وإيه اللي كان يمنعك إنك تفطر معايا قبل كده؟ تعرف يا بنت الظروف وأمك، وبعدين أنا بابا انت بتحبني؟ هو في اب ما بيحبش بنته؟ اي واحده في ظروفي لازم تسال السؤال ده. اي اب في الدنيا ربنا بيحط جواه طاقه حب لبنته وما بتنتهيش، وانت بالنسبه لي مش اي بنت. اللي انت عملتيه معايا مفيش بنت في الدنيا عملته مع ابوها. انت ربطيني، أنا عارف إني مش الأب اللي ممكن تشاور عليه للناس وتقول لهم ده بابا، وعارف إني خذلتك بدل المرة ألف، وعارف إنك كتير بتقول لنفسك يا ريت يغور من الدنيا دي ونرتاح منه، وعارف كمان إن ده حقك. بابا أنا عمري أنت مش محتاجة تقولي حاجة، أنا اللي محتاجة أقولك. أنا مهما عملت معاكي مش هقدر أرد لك واحد في المليون من اللي أنت عملتيه معايا لما أنقذتيني من دخول السجن. بابا لو سمحت أنا مش عايزاك تتكلم في الموضوع ده تاني. يا
انت فين يا عم حلمي؟ الله اخيرا رديت على اهلي. الشقه تحت الشقه ومش عارف اوصل لك. انت فين يا عم؟ غطسان فين؟ طب خليك عندك انا جاي لك. ايوه انا طالع على الجماليه دلوقتي. يلا سلام. نتجه على فين دلوقتي يا عظام؟ اطلع على الجماليه وبعد كده شوف انت اكل عيشك وهكلمك تاني. انا طب هو في ايه؟ طب ما تلغيني. هظبط حاجه كده بس الاول وهكلمك. اطلع. بشوقك يا عظام. صباح الخير. الله. صباح الخير يا رولو. يليك جد. جد؟ اه. مش كنت استنيتي يا بنتي ونزلنا سوا؟ لا ما انا نزلت الصبح مع بابا عشان ندفع المصاريف. يبقى رحيم رجع يشتغل والفلوس هترجع تاني. وانت عارف هما بيشتغلوا في ايه؟ انت عبيطه يا بنتي؟ دي مصر كلها عارفه بيشتغلوا في ايه. يا دي النيله. اكلمك بعدين. مش تاخد بالك يا عم ولا يكتفي الناس لعبه؟ انا اللي اخد بالي؟ عايز اتكلم معاكي شويه. عندي سكشن. خلاص هستناكي بعده. هبقى اروح. مع التيشيرت ده؟ يلا بينا يا زياد. استني. نشوف التوكة بقى الحلوة دي عايزة ايه. طب ما تيجي ونشوف من فينا اللي توكة. يلا. زياد معلش عشان خاطري، عشان خاطري لو سمحت يلا بينا. يلا. يلا زيزو يلا عشان خاطرها يا حبيبي. يلا. مين ده؟ بتاع عمرو. أيوة يطلع ايه عمرو يعني؟ هبقى احكي لك بعدين. يلا. استني. ألو؟ فرح؟ أنت جيتي إمتى؟ اه طبعا ممكن نتقابل. خلاص هخلص جامعة واجيلك على طول. سلام. دي مين دي؟ لما انت تقولي لي مين ده هبقول لك مين دي. يا زياد بقى ما ترخمش. كل ده يحصل لك وانا ما اعرفش. هو انا كنت عارف اهتر فيك. هو هشام مش قال لك على الحوار بتاع البنت مراته؟ مش داخل دماغي. بعدين هو ليه قال لك انت وما قاليش انا؟ ايه يا رحيم؟ هو في فرق بيننا ولا ايه؟ تصيعة يا حلمي؟ مش مسألة صياعة ولا حاجة. هو جه حكالي وأنا قلت له سيبك من رحيم، كفاية عليه عكة حوار داليا وأنا هاجي معاك. أدي كل اللي حصل يعني. وبعدين سيبك من ده كله. إيه حكاية إن عزت منصور ده انتحر؟ ومين اللي كان بيكلمك؟ اللي قتل عزت. الله، مش أنت بتقول إنه انتحر؟ مش واكلة معايا حكاية الانتحار دي. يعني ايه واحد يحدف نفسه من الدور العاشر؟ طريقة بلدي قوي يا عم. بقى انتحر مات راح في 60 داهية، مش هو ده المهم. المهم مين اللي بيكلمك وعايز ايه؟ أكيد اللي كان عايز 700 مليون كان عايز يعمل لك مين؟ بقول لك ايه؟ مش يمكن يكون عزت منصور ده ما ماتش؟ هو مش أحمد الديب سألك عليه وكان فاكر إن هو شريك أمينة؟ ما هو ده اللي هيجنني. مش معقولة يعني تكون صدفة إن أمينة تعرف واحد اسمه عزت وأحمد الديب يسألني عليه. إيه يا عم الحوار ده؟ أنا دماغي لفت. وهو ده اللي هم عاوزينه، إننا نلف حوالين نفسنا وما نعملش اللي إحنا ناويين عليه. اللي هو إيه؟ إننا نرجع زي الأول، زي ما كنا حلمي، وده اللي أنا عايزك فيه. بس لازم ده يحصل وبسرعة. أنا معاك، وقول لي نعمل إيه؟ خلينا نروح البيت كده ونتكلم على رواقة، وبعدها لازم نتحرك. طب يلا. رنين تعالي تعالي تعالي. ايه هو محدش جه معاكي؟ لا ما هو اصلا محدش بيجي معايا. ايه ده انت بترجعي للمدرسه لوحدك؟ اه وكمان بروح لوحدي. على فكره المدرسه مش بعيده. طب انت كلت ايه النهارده؟ لا انا بستناهم لما كلهم يجوا وبناكل مع بعض. اه طب ايه رايك النهارده مش هنستناهم، تيجي ندخل نعمل اكل مع بعض؟ بس انا ما بعرفش. ولا انا. تعالي ندخل نعك. ماشي. عبودة. رحيم باشا. منورين الجراشة يا باشوات. عايزينك معانا في مشوار هيطلع لك منه لقمة عيش حلوة. بدل شوية الفكة دول اللي أنت عملت لأمهم. بس وحياة بنتي، لو سبتنا في وسط السكة زي المرة اللي فاتت هتزعل. لا، عبودة خلاص عرف غلطته، وعارف إنه لو عملها تاني مش هيلحق يزعل. مش هتلحق. ها؟ طب بص يا باشوات، لو الحوار في دم وعوق زي المرة اللي فاتت مفيش ولا راجل جاي.
ما تزعلوش مني، يا روح ما بعدك روح. لا ما تقلقش، ما فيهوش دم. طب ايه المشوار؟ رسين يعني مشوار خفيف كده. المهم انت حضر لي 20 راجل ومعاهم كام حته سلاح لزوم التامين. 20 راجل وشويه سلاح، مشوار خفيف. طب يا باشا ما تقول لي ايه التيتا؟ التيتا؟ لا ما تقلقش، التيتا هتبقى حلوه.